نظم المنتدى الجزائري لإطارات وترقية شباب اللجنة الولائية للشباب والرياضة لولاية البليدة فعاليات سباق الماراثون في طبعته الأولى على مسافة 10 كيلومترات بين شوارع المدينة باسم سباق أبواب السبعة، أين كانت الانطلاقة من ملعب الشهيد مصطفى تشاكر وصولا إلى ملعب الشهيد حمودايدي، وهذا بحضور ولولاية والسلطات المحلية. المزيد في مراسلة رؤوف مزيانة. اليوم نشاهد مظاهرة كبيرة في ولاية البليدة، وهي وين قامت اللجنة الولائية للشباب والرياضة للمنتدى الجزائري لإطارة ترقية شباب ولاية البليدة بتنظيم سباق 10 كيلومتر، وين كانت الانطلاقة لموسم 2022، وين كان الهدف تاعو هو إحياء الرياضة في ولاية البليدة وتعزيز الرياضة والثقافة في ولاية البليدة، والهدف منها الكبير هو الإشراك جميع البليدين جميع ولاية الجزائر في تنظيم هذا السباق. بطلة ناجحة بمشاركة أكثر من 20 ولاية على مستوى من حيث التنظيم، كانت ناجحة من حيث التنظيم والاستقبال وبحضور السلطات الولائية والمحلية على رأسها السيد والي ولاية البليدة والسلطات المحلية رئيس مجلس الشعب الولائي وكل السلطات. بحيث بالمناسبة هذه لتشرف المنتدى وتشرف الكرة الرياضية عامة والجزائر خاصة. يا ربي اليوم فزت في السباق كان في المستوى مع الزميلة دحماني كنزة، عرفت كيف هنسير السباق من البداية. المسلك كان شوية صعب، الحمد لله يا ربي عرفت كيف نمشي في الكومبيتيسيون، وان شاء الله يا ربي المزيد من السباقات ومزيد من التتويجات. السلام عليكم، انا اسمي ياسمين بالعيدي، اخذت شكرا لهذه المسابقه السباق تاع الابواب السبعه، وخرجت انا المرتبه السابعه، ونشكر استاذ حليم ونشكر صحباتي على هذه